وللحديث أكثر عن استمرار أزمة الكهرباء في العراق وتوقعات تفاقمها بعد خفض إيران إمدادات الغاز، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكبيسي. أهلا بك دكتور رحيم. بداية منذ عام 2003 والعراق يعاني من أزمة انقطاع الكهرباء، ورغم انفاق المليارات على قطاع الكهرباء إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة كما تعلم. السؤال، إلى ما ترجع سبب تفاقم الأزمة وعدم حلها حتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الرافدين. مرفق الكهرباء لا يختلف عن بقية المرافق مع كل أسف. منذ بدء الاحتلال، يعني منذ 2003، تم تدمير ليس الحجر فقط، أي ليس البنى التحتية فقط، وإنما القوى الفاعلة، أي الكوادر التي ممكن أن تعيد أي مبنى أو أي مؤسسة أو أي مرفق إذا ما انهار لسبب أو آخر. منذ 2003 ونحن نصرف على مرفق الكهرباء مليارات، بين 67 مليار إلى 80 مليار، والنقص الوارد مستمر. العراق ينتج أكثر من 15 ألف ميجاوات، بينما هو يحتاج إلى أكثر من 30 ألف ميجاوات. كيف يتم التعوير؟ من خلال المولدات. الخبرات التي كانت تعمل في قطاع الكهرباء إما تم تصفيتها أو هربت أو حل محلها أناس لا يفقهون شيئا إلا ما ندر. عدد كبير من وزراء الكهرباء وكلهم عندما يستوزرون يقولون سنقوم بحل مشكلة الكهرباء، وهذا الصيف ليس كبقية الصيف. نتذكر جيدا بال 2013 عندما كان الشهر الثاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت المالكي، قال أن في عام 2013 سيقوم العراق بتصدير الكهرباء، أي سيكون هناك اكتفاء ذاتي ونقوم بتصدير الكميات التي لا نحتاجها، ويتهمه كل اتهم الآخر بالكذب أو بعدم المصداقية في هذه الحالة. إذن نحن أمام حالة من فساد، لا تختلف الفساد في وزارة الكهرباء عن الفساد في بقية الوزارات. دكتور رحيم، في ظل استمرار الأزمة إيران تقرر تعليق تصدير الكهرباء للعراق بزعم سد احتياجاتها الداخلية، ما الدوافع التي تقف وراء هذا القرار برأيك من جانب إيران؟ هم صحيح أن في إيران أزمة، وأزمة كهرباء، وهناك مظاهرات، وهناك الشعب الإيراني ينتفض بين الفترة والأخرى، لكن المسألة بين العراق وبين إيران مسألة تختلف كليا. يعني هم هناك يقولون، هناك من يعتقد أن إيران خفضت إمداد الغاز بسبب رفض العراق دخول أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين في زيارة الأربعين. هم يريدون إدخال أكثر من نصف مليون زائر، والعراق يقول دخول هؤلاء سيؤثر على الجانب الصحي، وبالتالي أعداد الكورونا ستزداد إلى الضعف، ورفضوا ذلك. أيضا هناك من يحتج وهم يقولون أن العراق مدين لإيران ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وطالما أن العراق لا يستطيع الوفاء بهذه هذا المسألة غير صادقة، لأنه نحن نعرف أن الغاز الإيراني الذي يصدر للعراق يحتاج إلى موافقة أمريكية، وهذه الموافقة تمدد بين فترة وأخرى، لثلاثة أشهر لأربعة أشهر، كما أن المبالغ المخومة بالدولار لا يمكن تحويلها إلى الجانب الإيراني، حيث أن هذه المبالغ محجوز عليها بقرار من العقوبات الأمريكية. بالرغم من أقول لك معلومة، أن هناك محاولة من خلال بنك السويسري في جنيف أن تقوم الحكومة العراقية بإرسال مبلغ، وليس 6 مليارات وإنما مليارين دولار، ربما في الفترة القريبة القادمة. نعم دكتور رحيم، يعني باعتقادك هل من علاقة بين قرار إيران بتعليق تصدير الكهرباء إلى العراق وبين استهداف الأبراج المتواصل، أبراج الكهرباء الموصلة للكهرباء في العراق؟ هل ثمة علاقة بين الأمرين؟ بالتأكيد، لأنك أنت الآن الغاز يورد من إيران إلى العراق لكي يستخدمه، وتم تخفيض هذه الكمية من 50 متر مكعب إلى 16 متر مكعب،
وبالتالي نعم. عندما تنتقل وخصوصا إلى المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، فكأنهم يقولون نحن الذين نتحكم بهذا، هم طبعا يقولون أن داعش هي التي تقوم بتفجير هذه الأبراج، وأنا أشك في ذلك، لأن هذه المناطق مسيطر عليها من قبل قوات الحشد نعم. الشعبي، قوات كثير من القوات الأمنية، وبالتالي نسمع يوميا أن هناك تفجيرا بهذا البرج أو ذاك. حتى هذا اليوم أن هناك محاولة لتفجير الأبراج، أي محاولة زيادة الضغط على المواطن العراقي نعم. الذي ينوء بحمل هذه الأيام، في هذه الأيام القائضة حوالي درجة الحرارة أكثر من 50 أو 50 درجة الحرارة نعم. إذن هو يعاني من ظلم السلطة ومن المناخ. دكتور رحيم، هذا الاستهداف الممنهج والمتواصل للأبراج يأتي في ظل حديث عن تفاهمات لوضع اللمسات الأخيرة للرابط الكهربائي مع دول الخليج، كيف تعلق على ذلك؟ هو العراق بدأ يفتش جديا. نحن الآن نعاني من أزمة في المياه وأزمة في الكهرباء، والمياه طبعا قطعت إيران المياه عن الجانب العراقي، والآن في أزمة الكهرباء. فالعراق بدأ يفتش عن بديل. هل البديل روسيا؟ هل البديل قطر؟ هذه البديل أوزبكستان؟ بالتأكيد هناك دول عرضت بسعر قليل، خصوصا المملكة العربية السعودية، لكن من يسيطر على القرار في العراق هم أولئك الذين ينتشقون السلاح ويسيطرون على الشارع. لا يريدون أن يضحوا بهذا الجانب الإيراني لأنهم وكلاء إيران داخل. أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكوبيسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.